السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وكلكم طيبين. خلاص بسرعة كده عدى نص رمضان، يا سبحان الله، اللهم بارك في رمضان يا رب وبلغنا ليلة القدر. كل سنة وكلكم طيبين ان شاء الله. النهاردة هنعمل حاجة جميلة جدا، هنعمل كنافة. انا جهزت الكنافة، قطعتها بالشكل ده، وعندي كوباية زبدة سيحتها، وعندي كريمي تشيز زي ما انتم شايفين، وعندي مانجا قطعتها صغير، وليمونه، وهحط عليها كوبايه الا تلت عسل. دلوقتي هنزل بالمانجا والتشيز دي جوه الماشين بتاعتي هنا، وهحط عليها العسل والليمون، وهطحنهم جد كويس جدا لحد ما يندمجوا، وبعد كده نشتغل ايه على الكنافه. يلا بينا. دي شكل الجبنة بتاعتي بعد ما عملتها. خلاص هبتدي دلوقتي اشتغل على الكنافة. الكنافة بتاعتي اهي، هضيف عليها الزبدة دلوقتي بالشكل ده، وبعدين ابتدي اخلط الزبدة مع الكنافة. بحاول ادخل كل الزبدة فيها اللي انا حطيتها. مش هضيف اي حاجة عليها غير هي بس الزبدة. الاضافات بعد كده هتجي في الاخر. ريحتها حلوة اوي، بحب ريحة السمنة انا البلدي. دلوقتي بالكنافة بتاعتي ابتدي افردها واضغط عليها جامد جدا جدا، واحطها على البوتاجاز. انا هسويها على البوتاجاز، مش هحطها في الفرن، وهدي البوتاجاز عليها، مش هتبقى عاليه، وافضل الف في الصينيه على البوتاجاز لحد ما تستوي من كل الجوانب. لازم اضغط عليها جامد جدا عشان هي هشه، واول ما بتتحط على البوتاجاز بتبتدي تهبط وتندمج مع الزبدة بتاعتها. انا خلاص كده جهزتها، وديها على البوتاجاز عشان اخلصها. ده شكل الكنافة بتاعتي بعد ما قلبتها على الاتجاه التاني، هي خلاص almost done. وبعد كده هنحط عليها الكريم تشيز. انا كده خلصت الكنافة بتاعتي بالشكل الجميل ده. هبتدي دلوقتي اسقيها السيرب بتاعها اللي هو العسل بتاعها. كلنا عارفين ان النص كيلو بياخد كوبايتين سكر وكوباية ونص مية وليمونة. على الليمونة تكون صغيرة يعني متوسطة، مش كبيرة قوي. هسقيها دلوقتي. الكنافة بتاعتنا دلوقتي جاهزة، ان انزل عليها بالكريم تشيز بتاعتي اللي انا عملتها مع المانجا والعسل. هنزل عليها بالشكل ده. وابتدي افرد كل بالشكل ده كله. ده شكل الكنافة بعد ما حطينا عليها الكريمي تشيز مع المانجو. كده خلاص هي جاهزة. انا هضيف لها برضو شوكولاتة. الشوكولاتة دي وايت شوكليت مع مانجا، برضو معمولة كده بالمانجا دي.
هي دي هحطها دلوقتي وابتدي اضيف عليها شويه شكلها حكايه. الصوص اللي عملناه هو الكريمي تشيز مع المانجو مدي طعم خطير جدا. يلا نحط الشوكولاته. ده شكل الكنافه بعد ما خلصت خالص وضفت لها الكريمي تشيز بتاعها جميل جدا. في النهايه ضفت الشوكولاته البيضة دي اللي فيها صوص المانجو عشان تديني برضو طعم المانجا عشان ابقى انجوي. هي خطيره جدا. متنسوش غير ما لو اول مره بتزوروا القناه وعجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب وتفعيل الجرس وشير ولايك. انجوي يا جماعه، يا رب يكون عجبكم.